يرحم والديك واللي شفناك نورنا عايشك عايشك وانت اللي فكيتي تونس نصبح وما تسيبهاش تونس ما تسيبهاش ما تسيبهاش تونس ما ترجع لقاعدها ترجع لقاعدها يرحم والديك ان شاء الله وانا نستنوا فيك ورانا معاك املاك صابر ومن املاك صابر ديما تتكلم عليها ونحن معاك ديما نتكلم عليها ونحن معاك ونحن سيد الرئيس كثر خيرك وبحياتك ان شاء الله ان شاء الله رفعتي تونس وتكلمت على تونس ان شاء الله ونحيتك المشاكل نتاع تونس ان شاء الله وماذا بينا السيد الرئيس ما تسيبش تونس لا ما تسيبوش كل ما بعض على خاطر السيد الرئيس المسؤولين حتى هنا السيد المعتمد معنا وكابس روح معنا وكثر خيره واستهلنا نفس السيد المعتمد تمش بعباس يقوم بالمسؤوليه لا طيب الواجب التام كامل عندنا حجه واي واحد في الدوله غير يقوم بالمسؤوليه هو الطريق نتاعنا اي الطريق لازم التعبيد مكسر عدوا 10 سنوات وهنا نعانوا الطريق هذا الطريق ديال ماجد بن ماجد عباس هم الاكساب هم الاكساب ترحب اسمح منكم مباشره لا سيدي انا هم وبارك الله فيك وما تسيبناش لا ما تسيبوش ماجد عباس هم الاكساب امانه فرق الكل تونس كلها امانه فرق وانا امانه فرق كثر خيرك سيد الرئيس وبحياه راسك يعيشك بارك الله فيك ويرحم والديك.